مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كنت القوس بيجي الشهر بي 10 of wands. اها شكلي لا حمول، هموم، مشاكل، اعباء، التزامات، كل واحد يحطها زي ما هي عنده. المهم عندي كم كتير كتير اوي. برج القوس، واحدة واحدة على نفسك، ما تشيلش الشيلة التقيلة دي لوحدك، اطلب مساعدة. لو هي مهام شغل كتير قوي عليك مش لازم كله يخلص في ساعتها، احنا مش هتخلص شغل انت هتضحي بنفسك، لا، واحدة واحدة اطلب مساعدة. حاجة لو تأجلها أجلها. خلينا نقول مسؤوليات، شايل مسؤوليات ناس كتير، معرفش انا شايف انك انت شايل دلوقتي اكتر من طاقتك، اكتر من انت تقدر تشيل. واللي بيحصل ده لو استمر انت بشيلتك هتقع على الارض كده وخلاص، انتهى الموضوع. والناس المعتمدة عليك او المسؤوليات والحاجات دي كل ده هي ايه؟ هي كده هقول واحدة واحدة على نفسك، متشيلش نفسك اكتر من طاقتك، بالراحة اطلب المساعدة. تمام؟ برج شايف يا رانيا، بس صدقوني يعني مش ما تلوموش غير نفسه، ما تلوموش غير نفسه، الاعباء كتير والمشاكل كتير، بس انا لازم احمي نفسي انه لا خلاص كده الموضوع زاد عن حده، بقى في مشاكل كتير او في اعباء كتير، لا انا احمي نفسي، انا اهم من اي حاجه ثانيه. نتيجه الاعباء دي او الحاجه المتراكمه على الاعباء دي، القوس حاسس ان هو ستك، يعني مزنوق مش عارف يتحرك، مزنوق بين حاجتين. يمكن يكون قرارين، اشيل الشيله دي اكمل ولا ارميها كلها في الارض وامشي، حاجتين بعاد قوي عن بعض، نقيضين، خلينا نقول قرارين متناقضين، وهو مش شايف، هو مش عارف ياخد قرار. تمام؟ ده تو اوف سورس زي ما انتم شايفين، شريط على العين، فهو مش عارف ياخد القرار. اعمل ايه؟ ما تخلينا في النص، ما تخلينا في حاجه كده في نوسطنا، ولا نرمي الموضوع خالص وخلاص، مش شيل انتوا الشيله دي وانا ماشي، ولا ان انا افضل شيل الحمل ده لوحدي وماشي. ما تقسموا البلد نصين، يعني انت شيل شويه او انا هعمل ده دلوقتي وهاجل ده السنه الجايه، ايا كان هو ايه، بس اعرف اكمل حياتي بشكل ارحم من ده شويه. تمام؟ اوكي. شايفه هنا في كينج اوف كابس، الموضوع برضو قريب شويه من برج الميزان، عنده مشاكل، عنده هموم، لكنه محب جدا للناس اللي حواليه. في يمكن زي ما قلنا جه في نفس الحته برضه، يمكن الطاقه دي مأثره على البرجين دول، انه في حد لازم يهتم بيه ويراعيه بمنتهى الحب ومنتهى الاخلاص ومنتهى الجمال اللي في الدنيا. ف صدقوني بص يا برج القوس، اللي بيراعي حد او بيهتم بحد، خلينا نقول حد كبير، ممكن يكون ابوك امك او ابوك وامك، اخوات صغيرين، ايا كان هو مين الناس اللي انت بتراعيهم دول، دي اصلا حاجه بتدي طاقه حلوه جدا وبتدي لك دفعه وبتدي لك قوه وحاجه مفيش بعد كده. صدقوني اللي بيدي ده بيكون بياخد اصلا وهو مش حاسس. احساسك ان انت بتقوم بحاجه زي دي بتحس نفسك يا سلام الحمد لله ان انا عملت حاجه زي كده، فخور بنفسك وراضي عن نفسك، ده احساس اصلا مفيش بعده، مفيش احسن منه اصلا. خلينا نقول ان حياتك يا برج القوس على وشك انها تنتهي، القوس هيوصل لحل كويس جدا، جادجمنت، الخارجين دول تحت بعض. لو هو مساله قرار، اخد ده ولا ده، ده ولا ده، سوري هو فين؟ ده ولا ده؟ اوكي؟ هنحسم الموضوع، جادجمنت خلاص. حسمت موقفي، لو هي هموم متعباك مزعلاك، ناس بيضايقوك، ناس بيغضبوا بيك، خلاص. يعني نفخت، يعني الصفاره صفرت كده، الماتش خلص، الموضوع انتهى. هتقفل الموضوع تماما، والجرح او الحاجات اللي كانت بتزعلك وبتوجعك ومشايلاك الهم دي، اند اوف ستوري، ما
مش هتزعلك تاني. انت اللي هتقلب الصفحه، انت اللي هتحسب الموضوع. تمام؟ لو احنا بنتكلم، لو دي كانت علاقه عاطفيه، ممكن يكون برج القوس هيبتدي يشوف الحاجات اللي مش عند شريكه، هو ما عندوش دليل او هي ما بتعملش دليل، متطلع لحاجه مش موجوده في شريكه. لو مش بنتكلم عن الموضوع ده، هي تخص العلاقه العاطفيه بشكل حالي بشكل عام، القوس عمال يبص ايه اللي مش عنده، بيدور على اللي مش عنده. بص الموضوع ده لو هيزيدك طموح وهيزيدك طاقه انك انت عايز تحقق حاجات كويسه ماشي، انما لو هيخليك تكره حياتك وتشوف عمال بتبص بس على اللي مش موجود عندك، ده هيتعبك جدا. لا انا عندي انك انت تبص على اللي عندك وتقول احمدك يا رب، ايه الخير اللي انا فيه ده كله، احسن بكتير ما انك انت تبتدي تبص لبعيد حاجات مش موجوده عندك ممكن تكون صعب توصل لها. طيب برج القوس عنده ايه كمان؟ القوس عنده كمان نايت اوف وانز تقريبا، ممكن ده كان ده بيوحي بسفر، البرج القوس اللي كانوا ناويين عليه حسب عندهم بسفر، بيوحي بسفر وقطع مسافه طويله. تمام؟ ممكن يكون كمان انتقال من بيت لبيت. اوكي؟ المهم ان انا شايف فيه عمليه انتقال عند برج القوس، ممكن تكون سفر، ممكن يكون تغيير بيت. القوس عنده ايه كمان؟ يا دين النبي، تضحيه. القوس هيضطر يقوم بتضحيه في نهايه يعني الاسبوع الاخير من الشهر. تضحيه او انتظار. مستني حاجه يعني اللي هو عمال ايه؟ مستني لكن في تعب، مش مستني هو مرتاح، مستني بس في بطريقه فيها متأزم يعني، مستني حاجه، يمكن تكون فلوس الله اعلم. لو هي الفلوس اللي انت مستنيها يا برج القوس، شايفه عندك هنا 9 بوينتس في وفره الحمد لله من الحاله الماديه، او على الاقل تقدير خلينا نقول ايه؟ استقرار. استقرار او انتعاش ان شاء الله في الحاله الماديه. بس بعد فتره فيها تضحيه وفيها صبر وانتظار. ممكن كمان يكون القوس كان عامل عمليه تقشف مثلا، ان هو بيحد من مصروفه وكده علشان يوصل لحاجه كويسه، عشان يجمع مثلا مبلغ معين يعمل بيه حاجه، شايف ان هو بينجح بعد تضحيه كبيره. المهم انه الكاتب بيقول لك بيصبر بينول، كل ما هتصبر يا برج القوس وتستحمل الموقف او الوضع الصعب اللي انت قاعد فيه ده، ان شاء الله ربنا هيجازيك خير. بس تصبر وانت راضي، مش تصبر وانت متأزم وتعبان، الوضع صعب بس يعني لازم تكون مستني وانت مستبشر وانت مرتاح. اكيد اكيد ان شاء الله كل حاجه هتكون كويس، اكيد ربنا هيعوضني خير. بس كده. اوكي عندنا ايه كمان؟ نهايه الشهر برج القوس شايف عندك 10 of swords، معرفش انت بادي الشهر بأعباء ومشاكل ومسؤوليات، وناهي الشهر يعني هو شهر ممكن يكون ماشي معاك بطريقه مش حلوه قوي، يمكن زي ما قلنا على قبل نهايه الشهر بشويه تبتدي ان هي تكون كويسه، بس ترجع تاني هنا شايفه 10 of swords انه في حاله صدمة. لا القوس حاسس ان هو اتصدم في حاجة معينة. بصوا يعني مش يعني يا رب تيجي في حاجة سهلة في انه في شريك صدر منه حاجة مثلا، فجأة القوس حاسس ان هو اتصدم بيه، ان ما كنتش متوقع كده، فهيقول ممكن دي تكون حالة الصدمة اللي عند برج القوس، وبيميل للعزلة والوحدة وبيقفل على نفسه. اوكي هيبان معانا اكتر اذا كان الكلام ده يخص القرايه العاطفيه ولا لا، وان شاء الله يا رب تيجي فيها وما تجيش في حاجه كبيره كده. بس دي حاله نفسيه يا جماعه، مش بقول ان في حاجه وحشه بتحصل، بس دي حاله نفسيه اللي ممكن بيمر بيها القوس على نهايه الشهر. دي من العزم ممكن يكون مش هيحصل حاجه خالص، بس القوس حابب يكون لوحده مثلا عشان ما تقلقوش وتخافوا، وممكن يكون في سبب ادى لده. تمام قراءة القوس الشهر ده، أنا أفتكر أتمنى أكون نصحتكم بالأساس،
محتاجينها الشهر ده، اتمنى يا رب تسمعوها واتمنى يا رب انها تساعدكم. حالة القوس عامله ازاي؟ عاطفة، يمكن القوس عنده امل، عنده امل كبير في العلاقة، يمكن تكون العلاقة متوترة او يمكن تكون العلاقة اتصلحت فابتدى يبقى عنده امل تاني. Page of Wands مستعد ان هو يبتدي من الاول او مش يبتدي من الاول، انه ان العلاقة فيها امل، فيها نور، فيها بصيص امل، الموضوع فيه يعني يستاهل ان انا ابذل فيه مجهود وان انا اركز فيه. تمام؟ شريك القوس، انا شايفه ان هو يمكن يكون لا قدر الله تعبان، مريض، نايم، ممكن يكون مريض. تمام؟ ولو هو ان شاء الله مش مريض، فانا شايفه ان هو في حاله استسلام او في حاله لا مبالاه او في حاله سلبيه، موقفه سلبي، ما بياخدش موقف محدد، مريح. خلينا نقول مريح، حبيبتي يا منار. سلبي. اوكي؟ طيب القوس نفسه في ايه؟ نفسه في King of Swords. لا، تقريبا شايف شريكه مش مالي المكان بتاعه صح، وبيتخذ ويعني وقراراته سلبيه بالنسبه له، فالقوس عايز بقى ايه؟ يتيك اوفر. طب اديني بقى انا ايه زمام الامور دي وانا هعرف اخد القرار المظبوط. خلي بالكم القوس حامي قوي، يعني ما بيحبش الحته اللي هي المايعه دي، وسريعه وافعاله سريعه جدا. ف هو نفسه ياخد هو الكنترول، يمسك هو الكنترول. يمكن شريكه زي ما بنقول مش واخد القرارات المظبوطة اللي ترضي القوس. طيب شريك القوس نفسه في ايه؟ نفسه في عملية تحول، ان يحصل تغير جامد جدا في العلاقة. ايه اللي هو عايز يغيره؟ معلش كارت توضيحي. طيب ممكن يكون حابب يغير بيئة كاملة، يعني لو انتوا مثلا عايشين في بلد عايز يعيش في بلد تاني، لو انتوا عايشين في بيت عايز يعيش في بيت تاني خالص، لو انتوا ده اللايف ستايل بتاع حياتكم وده اللي بتعمله عايز اغيره خالص، تغيير شامل، تغيير شامل، نفسه في عملية تغيير شامل. ممكن يكون مخيف بس بالنسبة له مطلوب، حاسس ان الوقت جه ان نعمل عملية تغيير كبيرة في الحياة بتاعتنا. يمكن عشان كده شريكة برج القوس حاسس ان هو مستسلم وما عندوش طاقة يعمل حاجة، لأنه فعلا مفتقد للتغيير وعايز يعمل عملية الثورة دي، عايز تغيير جامد. شايفك ازاي؟ شايفك ذا لافرز، وده كارت الكروت الأساسية، بمعنى إن الطاقة دي مطولة قاعدة معانا، قعدت معانا فترة ولسه مكملة معانا. أنت حبيبي، أنت شريكه، أنت الشخص اللي بيثق فيه جدا جدا، اللي بيكون قدامه ومنتهى الوضوح، وان انت هتدعمه في اي موقف ياخده. ما شاء الله بيوتيفول. انت شايف شريكك ازاي يا برج القوس؟ شايف الشمس هو اللي بيمدك بالحياه، هو اللي بيمدك بالدفع وبالامان، بيمدك بالامان. انت ما شاء الله تجننوا. هو يمكن يكون في موقف بس ما هو شريكك ما تصرفش فيه زي ما انت شايف، وانت بس عايز تقول له ايه؟ طب ريح انت بقى، انا اللي هطلع الطلعه دي، بس مش اكتر من كده. انما العلاقه جميله ما شاء الله. الطاقه ما بين القوس والشريك وشايفه فيها ده التمبرنس، حاله توازن، الامور متوازنه، الامور حلوه، فيها تناغم، متناغمين مع بعض، في سينكرونايزيشن كده، تردوا على بعض كانكم بتعزفوا سيمفونيه، حاجه فيها بالانس، فيها توازن حلو جدا جدا. الشهر ده ما شاء الله بريد، العلاقه شايفه ان هي منوره ومبهجه جدا جدا. اسمع شريكك يا برج القوس، لو هو شايف انه خلاص لقد حان وقت التغيير في حاجه معينه، حتى لو التغيير يخوف بالنسبه لك، اسمع له وممكن تاخده الموضوع واحده واحده. ويل اوف فورتشن شهر 7 ما شاء الله، شايف فعلا بيحصل تغيير عند في العلاقه في برج القوس، بتاخد شكل احسن بطريقه ما فيهاش بذل مجهود. خلينا نقول ان برضه بتخش في مرحله تانيه، مرحله احسن،
لو علاقة لسه ما حصلش فيها خطوبة، شايفة إن بيحصل فيها تيسير في الأمور، ربنا بييسر والأمور بتمشي. لو كانت قبل كده واقفة ومتعطلة، فشايفة إنها تبتدي تمشي بشكل حلو جدا جدا. لو متزوجين بالفعل وأوريدي عاملين أسرة، إن العلاقة برضه رايحة في مكان أحسن، وتخيل في مرحلة خلينا نقول أكتر ثبات. شهر 8 ما شاء الله والله اعلم. طبعا عندنا كينج اوف كوينز، حاجه مبدئيه كويسه جدا جدا. لو دي علاقه ابتدت تتجوزوا او ان هم حصل عندهم خطوبه، ده بقى رزق ربنا، يعني ان انتوا بتعوروا بقى، وان شاء الله ربنا بيفتح عليكم بشكل حلو جدا ماديا. شايفه الحاله الماديه كويسه جدا جدا. الرزق مش كله فلوس يا حبايبي، ممكن يكون حاجه تانيه مهمه. انا شايفه ارزاق حلوه جدا في شهر 8، وبيحسها برج القوس جدا. تمام. تعالوا آخر حاجة نشوف كروت الملايكة صح ولا إيه. هجيله دلوقتي لما خلصت. Dear child, you're nurtured, you're old. Oh my God. انتوا سمعتوا انا قلت ايه على القوس في الاول، او لما قلنا انه بيهتم بحد وبيراعي حد؟ بصوا الكارت nurture. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. الشخص اللي انت بتراعيه ده يا ابو القوس، تاخد بالك عليه وتديله دواء مثلا، بتاكله ان شاء الله، حتى نفسيا بتسمعه، حتى لو بتسمعه انت بتدلعه، بتهننه كده، شخص بتهننه، انت بتهنن نفسك. الموضوع ما تاخدوش ان انت بتعمل حاجه واجب، او بص اهو كانه طفل مدلل وبتدلله. نيرتشر، انت بتدلع نفسك، انت بتزغزغ نفسك، انت بتحسس نفسك ان الدنيا لسه حلوه وفيها خير وفيها عطاء وفيها حب. ده هيفيدك انت، وكل ما هننت ودلعت الشخص اللي قدامك، كل ما انت هتتبسط وهتتهنن اكتر. سبحان الله، مش ممكن يعني، الرسالتين واضحين جدا. حبايبي نورتوني، لايف مفاجئ.